هذا اللقاء كان لقاء ثلاثي بين ممثل السلطة المحلية في شخص رئيس الدائرة وممثل أو رئيس المجلس الجماعي ثم الساكنة خصوصا ساكنة دوار المرس ودوار تنمل. الإشكال كان يتمثل في المدرسة الجماعاتية اللي تأسست هذه السنة في ولاد داود، والإشكال ديال البعد على هذه المدارس الفرعية السابقة الذكر. إذا تنمل تبعد عنها هذه المؤسسة بأكثر من 35 كيلومتر، والمرس أكثر من 20 كيلومتر، ناهيك عن المسافة اللي غيقطعوها على الأقدام ديالهم اللي كتزيد في بعض الحالات عن 5 كيلومترات 6 كيلومترات. إذا بعد نقاش ماراثوني لم نتوصل بعد إلى حل يرضي الجميع. الساكنة ما زالت متشبتة بفتح هذه المدارس الفرعية، أما ممثلي الجهات الأخرى فتؤكد على ضرورة إغلاق الفرعيات السابقة ذكر تنملال والمرس وإلحاق جميع التلاميذ بهذه المؤسسات الفرعية. إذا لا زال الإشكال قائما، لا زالت الإكراهات قائمة، والتلاميذ لا زال محرومين من حقهم في التمدرس. ما يزيد عن أسبوعين التلاميذ محرومين بدون حصص ولا بدون حضور ولو حصة واحدة. إذا نلتمس من الجهات الوصية التدخل عاجلا لحل هذا المشكل وإرضاء الجميع والوصول إلى حل توافقي ينبني على مصلحة التلميذ، وهي المصلحة الفضلة وحقه المقدس في التمدرس. وشكرا لكم على التغطية. حنا بغينا المدرسة ديالنا تحل، حنا ما بغيناش المدرسة ديالنا تبلى، بغينا المدرسة ديالنا ديال السخانين تحل. ولادنا صغار ما يقدوش يجيو لهنايا 50 كيلومتر ديال الطريق. كان لنا اليوم واحد الاجتماع بالنسبه للمدرسه داوود، اجتماع ديال الاباء واولياء الامور، وكان بحضور رئيس الجماعه والناس ديال نيابه التعليم، وكان حضور يعني كامل ديال الاباء، وخرجنا يعني شي في نتيجه بانه غادي يعني كان بعض الاباء اللي كيقولوا بانه كاين واحد الصعوبه في الترونسبور باش غادي يجيو يعني بالسخاني من هيه حتى لهنايا تقريبا واحد 30 كيلومتر، ولكن يعني كاين الاباء اللي قنعناهم وقلنا لهم بانه هذه المساله هذه ديال 30 كيلومتر راه كاينه حتى يعني حتى المدارس اللي كاينه دابا المدارس الخصوصيه حتى هما يعني على حساب الدري ملي كيخرج من الدار تقريبا كتستغرق هذيك المده ديال 40 ولا نص ساعه حتى هو كيدور في المدينه حتى كيوصل للمدرسه، يعني هذه المسافه اللي كنهضروا عليها ماشي هو غادي يكون العائق. وبالنسبه للمدرسه اللي شفناها مدرسه في المستوى عندها جميع المرافق بما فيها كاين ديال الرياضه، وفيها يعني المساجد يعني مسجد للاناث ومسجد للذكور، وفيها مطعم يعني المرافق اللي تقدر يعني الولد يجبر الراحه ديالو، وكنشوفوها مدرسه يعني في المستوى. وبغينا يعني هاد الاباء هادو باش يقتنعوا بهذه الفكره هذه ان شاء الله باش يجيبوا اولادهم يجيبوا لهذ المدرسه، يعني ما كاين تما حتى شي يعني شي عائق باش يمنعهم باش ما يجيوش لهذ المدرسه اللي دات في يعني واحد المجهود كبير من طرف الجماعه ديالنا سميتو جماعه ديالنا ديال الباد داوود. وبغينا يعني باش يعني نوصلوا باش الاباء يقتنعوا باش يجيو ولادهم هنا كلشي. ويعني هذا هو الشيء اللي بغيت نقول، ونشكروا زايو سيتي على هذا يعني الحضور ديالها اللي كيكون دائما، والحمد لله زعما جميع المسائل كتكون حاضره فيها وكتوصل الفكره للمواطن، وخصوصا الناس ديالنا اللي في الجاليه اللي برا والناس ديال زايو. والسلام عليكم ورحمه الله.